اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت. النهارده رحلتنا متجهه شمالا الى البحر المتوسط وتحديدا مدينه الاسكندريه والساحل الشمالي. لما بنقول كلمه اسكندريه بتلمس حاجه فينا وليها عند المصريين مكانه خاصه، وزي ما حضراتكم عارفين ان محافظه الاسكندريه هي تاني اكبر محافظه مصريه من حيث تعداد السكان. بس على مدار السنين اللي فاتت اسكندريه كان عندها ضعف في المناطق الجديده او فتح مناطق جديده تستوعب الزياده السكانيه الكبيره اللي بتحصل في مصر. وزي ما احنا دايما بنقول في برنامجنا ان لما بيزيد حجم الطلب عن حجم الاراضي المخططه بيحصل ايه؟ بيحصل العشوائيه او ظهور مناطق غير مخططه. بالظبط ده اللي حصل في الاسكندريه في الفترات اللي فاتت. لكن مؤخرا وزي ما الدوله ما بتنمي في جميع المحافظات المصريه انتبهت للموضوع ده في اسكندريه، وحابين ناكد لحضراتكم ان الطفره العمرانيه الحاليه اللي بتحصل في مصر من مدن جديده وطرق وكباري وتوسعات جديده ده مش نظير اجراءات عشوائيه، ده محطوط دراسات كتير جدا ومن اكبر الاساتذه في مصر. عندنا مثلا خطه مصر سنه 2032، وعندنا في خطه لمصر 2050، وفي خطط طويله الاجل كمان عن كده. يعني اللي احنا عايزين نقوله ان كل اللي بيحصل في مصر ده وفقا لدراسات ودراسات موضوعه على اعلى المستويات. وعلشان نبين لحضراتكم جزء من اللي بيحصل في مصر، في مخطط لتنميه محافظه الاسكندريه لحد سنه 2032. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونعرف ايه اللي هيحصل في محافظه الاسكندريه. الاسكندريه ليها ذكرى مع كل واحد فينا تقريبا، محفوظه بشوارعها وشواطئها، وكمان عارفين شكل مبانيها وقصورها. لكن في فتره من الزمن ما عملناش حسابنا في الزيادة السكانية السريعة، وقعدت تتبني وتتزاحم في كل حتة فيها لحد ما أوشكت على الانفجار. والزحمة وصلت إنك تاخد الشارع في ساعات. وكمان الإسكندرية من المحافظات اللي عانى سكانها من الازدحام والعشوائيات والضغط على البنية التحتية بتاعتها على مر السنين اللي فاتت. الدولة مؤخراً انتبهت وحطت لها خطة طويلة لتطوير مدينة الإسكندرية وبرج العرب والساحل الشمالي ومخطط تنمية لحد سنة 2032. وكمان لأن الإسكندرية ما كانتش فيها توسعات خالص على مر السنين اللي فاتت، تقريبا نص سكان الإسكندرية وبالتحديد 46.5% عايشين في مناطق غير مخططة. وكمان المناطق الغير مخططة دي فيها كثافة عالية جدا من المباني وسوء الطرق، وتقريبا ما بيكونش فيها خدمات ولا بنية تحتية. وكمان عدد السكان فيها أكتر من عدد السكان في المناطق المخططة بنسبة وصلت ل 17%، وده بسبب التوسع العشوائي اللي حصل على الأراضي الزراعية المحيطة بالإسكندرية. النهاردة هنقول لكم المخطط. المخطط الجديد بيضم 5 محاور من أهم احتياجات الإسكندرية، وهم التخطيط العمراني والإسكان، الخدمات والبنية التحتية، المواصلات، تنمية الاقتصاد المحلي، وأخيراً البيئة. خلونا نقول لحضراتكم شوية أرقام في المخطط ده. 650 فدان ضمن خطة التطوير في تخطيط وتنفيذ الطرق والبنية التحتية. 60% تقريباً هيكون نصيب القطاع الخاص من الحيز العمراني المضاف. 91,000 فرصة عمل المخطط ده هيوفرها لشباب اسكندرية. 3,400 فدان تقريباً مساحة العمراني الجديد اللي هيتضاف. المخطط بيشمل إضافة 10 مناطق جديدة ضمن المخطط العمراني في 7 أحياء في اسكندرية. العشر مناطق الجديدة ضمن الحيز العمراني المقترح تعالوا نعرفهم. 327 فدان منتجع سياحي طبي بالمعمورة اللي هيكون مدينة علاجية كاملة، وكمان هيكون فيها وحدات سكنية على أعلى مستوى. 282 فدان مشروع مجمع إداري سكني بمنطقة النصرية الغربية اللي هيكون عبارة عن منطقة للمال والأعمال والإسكان كمان. 418 فدان مشروع المنتزه جرينز اللي هيكون مخصص للتسوق والترفيه. 206 فدان مشروع مركز البحوث والتطوير اللي هيكون نقطة جذب للجامعات ومراكز البحوث. 357 فدان بمنطقة مطار النزهة واللي من ضمنها مشروع صواري على مساحة 417 فدان. 278 فدان بمنطقة سيدي كرير السياحية اللي هيكون فيها ريزورت وفنادق. 596 فدان لمشروع جوهرة الإسكندرية وده هيكون عبارة عن كومباوند مفتوح. 279 فدان مشروع الإسكندرية أكسبو أرض المعارض والمؤتمرات. 396 فدان لمشروع المدينة اللوجستية بمدينة برج العرب اللوجستية اللي هتكون مرتبطة بميناء الإسكندرية. 526 فدان بمدينة مطار برج العرب الجديدة وهو عبارة عن مدينة صغيرة جوه مدينة الإسكندرية بس بفكر جديد. العشر مناطق الجديدة متفرقة بين 7 أحياء رئيسية، هما حي المنتزة، حي شرق، حي وسط، حي الجمرك، حي غرب، حي العجمي، وحي العامرية. يعني تقريبا التنمية والتطوير في كل حتة في إسكندرية،
ولسه اللي جاي أحسن. وزي ما شفنا في التقرير ده إزاي الدولة مصرة إن تفضل مدينة الأسكندرية عروس البحر المتوسط. تعالوا مع بعض نكمل ونشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان ريل استيت يزور منطقة التجمع العمراني غرب كارفور صواري بمدخل الأسكندرية على الطريق الساحلي الدولي وبحيرة مريوط، ويكشف خطة تطويرها وتنفيذ مشروعي الأبراج والفيلات. فريق الجدعان يلتقي المهندس صلاح القليوبي رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي الذي يكشف خطة تنمية المنطقة وإنشاء مجموعة من المدن الجديدة بها، وموقف توفيق أراضي الشركات العقارية وحل مشكلة حرم الشواطئ. تشاهدون الآن: فريق الجدعان ريل استيت يزور منطقة التجمع العمراني غرب كارفور صواري بمدخل الأسكندرية على الطريق الساحلي الدولي وبحيرة مريوط، ويكشف خطة تطويرها وتنفيذ مشروعي الأبراج والفيلات. ودلوقتي جه معنا مع أول زيارة لمنطقة جاري تطويرها في محافظة الأسكندرية، وتحديداً منطقة مطار النزهة، وهو أن الدولة حولت منطقة كانت عبارة عن مقلب كمامة لمجتمع سكني متحضر، مشروع فيه كل اللي محتاجه مجتمع سكني: فيلات، عمارات، مولات تجارية، أندية رياضية، مدارس، إداري. وهو مشروع صواري اللي كل اسكندرية بتتكلم عنه دلوقتي، واللي فيه مرحلة بيع بالكامل في شهر واحد بس. تعالوا مع بعض نتعرف ونفهم مشروع صواري بالاسكندرية. مشروع صواري من أهم المشروعات المتكاملة اللي بتتجهز حالياً في مدخل مدينة الإسكندرية. وزمان كانوا الإسكندرانية مستحيل يفكروا يسكنوا هناك، لأن كان ممكن الواحد يقعد ساعة كاملة علشان يوصل من قلب إسكندرية للمكان ده. لكن تبدل الحال وأصبح موقع المشروع عبقري والوصول ليه في منتهى السهولة بعد ما الدولة بدأت في تنفيذ المشروع القومي للطرق. باختصار بقى ممكن خلال نص ساعة تقريبا توصل من المشروع لأي حتة في اسكندرية، ده كمان ممكن توصل الشيخ زايد في القاهرة في ساعة ونص. المشروع قرار إنشاءه كان في 2019، وهو ملك هيئة المجتمعات العمرانية بمشاركة القطاع الخاص. مشروع صواري على مساحة 417 فدان، ومكانه تحديدا غرب مشروع كارفور، وهو ضمن الخطة التنموية لمحافظة الإسكندرية لحد سنة 2032 في منطقة مطار النزهة. تعالوا نعرف ليه المشروع ده حديث الناس في الإسكندرية وضواحيها، ونعرف إيه سبب سرعة بيع المرحلة الأولى وإيه هي المراحل التانية ومساحتها. وكمان لو عايز تعرف المشروع الضخم ده هيخلص إمتى وكل حاجة عنه، تعالوا نقابل المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة رشيد ومدير مشروع صواري، علشان يحكي لنا ليه المشروع ده تحديداً عليه كمية الإقبال ده سواء من المستثمرين أو من سكان محافظة الإسكندرية. بنتقابل مع حضرتك المرة التانية في المشهد التاني. المرة الأولانية كنا في جهاز مدينة رشيد الجديدة، ومشروع كان من أجمل المدن اللي دخلناها، الشكل المعماري الأندلسي الجميل، وإحنا هنا في مشروع صواري في قلب مدينة اسكندرية. في خطة معمولة لتطوير مدينة اسكندرية وخلخلتها لحد سنة 2030. حابين الأول ناخد بحضرتك المعالم بتاعت الخطة أو المشروع ده. المشروع دوت مشروع من ضمن المشاريع اللي بتستهدف فيها الدولة تنمية النقط أو المناطق الغير مستغلة اللي كانت موجودة في نطاق المحافظات أو المدن القائمة. مشروع صواري صدر ليه قرار الجمهوري في عام 2019، وبدأت خطة التطوير بتاعته بحيث ان المشروع دوت يستغل موقع كان غير مستغل لمدة طويلة جدا في اسكندرية، علشان نعمل تجمع عمراني جديد بيحقق نفس المواصفات اللي بتستهدفها وبتنفذها هيئة المجتمعات العمرانية في كل المدن الجديدة، لكن في نطاق مدينة اسكندرية. زي ما حضرتك قلت، هي خطة شاملة بتستهدف ان هي تستغل المناطق الغير مستغلة، وفي نفس الوقت تعزز وتضخم المردود الاقتصادي والاستثماري من المناطق دي لخدمة الدولة وللتنمية ولتمويل مشروعات أخرى بتبقى مستهدفة جوه المحافظات. مشروع صواري
المكان بتاعه مكان مميز جدا، هو على مدخل اسكندرية. الناس كلها اللي جاية من على الطريق الصحراوي هتبقى شايفاه على شمالها وهي داخلة على اسكندرية، بيطل على بحيرة مريوط بواجهة حوالي 2.5 كيلو، بتطل على بحيرة مريوط مباشرة، وبيطل على الطريق الساحلي الدولي اللي جاري تطويره. وفي نفس الوقت هو على من الحد الشرقي بتاعه بيبقى على مدخل اسكندرية المستمر بعد كده لشارع قناة السويس. المشروع على مساحة 417 فدان، وده اللي زي ما قلت لحضرتك صدر ليه قرار جمهوري في 2019، ومن وقتها بدأنا الخطة بتاعة تنمية المشروع. دخلته امتى تنموا المشروع ده؟ من أول ما قرار الجمهوري طلع على طول يا فندم، وكان المستهدف أن نشوف الإسكندرية كمدينة قائمة احتياجاتها من التطوير العمراني إيه؟ طبعاً مشروع صواري هو مش مشروع منفرد، هو اللي بيتولى تطوير إسكندرية. مشروع صواري جزء من مشروعات كتير المفروض أن هي تغير البنية العمرانية والحضرية اللي موجودة لإسكندرية بشكل كامل. الفكرة في المشروع أن إحنا مستهدفين في المشروع دوت وبالتوازي مع مشاريع بتتبنى نفس وجهة النظر، خلخلة الكثافات السكانية في المناطق الغير مرغوبة جوه إسكندرية، وإعادة توزيع الكثافات السكانية بشكل يخدم المواطنين بشكل كويس ويحافظ على مستقبل إسكندرية بنمط عمراني وحضاري كويس جدا. إحنا هنا في منطقة صواري اللي هي غرب كارفور، المنطقة دي اللي كل الإسكندرانية بيتكلموا عليها دلوقتي، عاملة ضجة في إسكندرية. بس أنا أعلم جيدا إن زمان في البداية كانت اتعرضت للمستثمرين، اتعرضت المنطقة دي على المستثمرين، والمستثمرين تعرف حضرتك رأس المال الخاص بيبقى إلى حد ما متحفظ شوية، وكالعادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتبادر زي ما بادرت في العالمين الجديدة أو في العاصمة الإدارية أو في معظم المدن. التحدي اللي كان قدامكم الأول على المنطقة ككل، الفكرة في التحدي أولا المكان دوت، يعني أنا آسف، كان مقلب مخلفات لفترة طويلة جدا، على الرغم من جودة موقعه إلا أن كانت الناس كلها بتحجم عن أنها تكمل الدراسات فيه، لأن هو قريب من واجهة مائية ودي بتستلزم احتياطات هندسية معينة. في نفس الوقت كان محتاج اعتبارات بالنسبة لهندسة التربة والشغل اللي موجود علشان يطلع المشروع كويس. زي ما حضرتك قلت، هيئة المجتمعات هي قاطرة التنمية، بتشجع المستثمرين وبتكون ليها البدء في الأماكن بالشكل اللي بيخلي بعد كده المستثمرين يتكاملوا مع خطط التنمية اللي هي بدأتها بالشكل اللي يحقق مشاريع كويسة. التحديات ديت مش تحديات صعبة قوي ومستحيلة، بس هي تحديات بتحتاج احتياطات هندسية عالية. احنا كهيئة مجتمعات اتعودنا ان احنا ناخد ننفذ كريتيريا ومواصفات واضحة جدا للكلام دوت، بحيث أمان المنشآت والتصميم بتاعها يحافظ على جودة مستدامة فيها. الحمد لله رب العالمين، كل الاحتياطات الخاصة بالموضوع دوت، معظم المشاريع بتاعتنا هنا على أساسات عميقة، حتى الفيلات اللي حضرتك شايفها ديت، وده علشان اعتبارات المية الجوفية اللي موجودة والكلام ده كله بالشكل اللي يخلينا نكسب جودة الموقع، وفي نفس الوقت بالاحتياطات الهندسية والشغل بتاعنا اللي عملناه نكسب كمان جودة حياة في مكان بدأت تبث فيه الحياة مع هيئة المجتمعات. وبالمناسبة المهندس أحمد إبراهيم خريج كلية الهندسة قسم عمارة جامعة المنصورة سنة 2004، والتحق بجهاز مدينة برج العرب الجديدة سنة 2005، وتم ترقيته إلى معاون رئيس جهاز المدينة سنة 2014، وفي إبريل 2017 انتقل للعمل نائب لرئيس مدينة العالمين الجديدة، وفي نهاية 2017 تم اختياره رئيساً لمدينة الشيخ زايد ليصبح أصغر رئيس جهاز مدينة في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية عن عمر 35 سنة. وفي 2018 انتقل للعمل رئيساً لجهاز مدينة أسيوط الجديدة، ثم تولى رئاسة جهاز مدينة رشيد الجديدة، وهو دلوقتي كمان المشرف على مشروع صواري بالإسكندرية. لو بنتكلم على مشروع صواري ككل، ممكن نقول إيه هو مكونات مشروع صواري الأول؟ خلينا أقول لحضرتك المخطط العام في مشروع صواري 417 فدان، عبارة عن مخطط عام فيه أنشطة مختلفة كتير جدا. المحورين الأساسيين في مشروع صواري هي مرحلة أولى بدأتها هيئة المجتمعات على 125 فدان في المشروع، ودي بتتمثل في مشروع أو كومباوند العمارات السكنية، ودول 64 برج سكني، 3068 وحدة سكنية، ومنطقة الفيلات على مساحة حوالي 60 فدان وشوية هم كمان. طبعا الفرق ما بين المسطحين يشمل الطرق والمساحات البينية بين الاثنين، بس إجمالي المساحة تقريبا حوالي 125 فدان للمرحلة الأولى. ده المحور اللي بتقوم هيئة المجتمعات بالتنفيذ فيه، وهي اللي بتسوقه وهي اللي بتبيعه لتنمية الموارد وللشغل ولتطوير المكان. الجزء الثاني في باقي المسطح اللي بيقارب من الحوالي 250 فدان تقريبا،
دولت متقسم ان ده محور اللي هي مشروعات المستثمرين والشراكة، والمشروعات ديت اللي بتتم الشراكة فيها ما بين هيئة المجتمعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومستثمري ومطوري محافظة اسكندرية كلهم. هنا بقى مديتوا دي كل المستثمرين. بالظبط كده فندم، وده توجه للدولة مش بس للتنمية والعمران، لا، لكن لإشراك المجتمع المدني لتنفيذ خطط الدولة والاستغلال الحد أكبر قدر موجود من العمالة والاستغلال طاقة المطورين دولت واستثماراتهم في إنهم يشتغلوا في المدينة بتاعتهم نفسها عشان يطوروها مع الدولة. تقريبا في كام شركة قطاع خاص مشاركينكم في المشروع ده؟ لو احنا بنتكلم اجمالا فاحنا بنتكلم في المحور اللي موجود عندنا احنا مثلا في المشروع بتاعنا، بنتكلم ان احنا عندنا شركات تنفيذ حوالي 9 شركات شغالة في المشروع بقوام عمالة يتجاوز 2500 عامل شغالين في المواقع عندنا. 2500 عامل بالضبط كده فندم. بالنسبة لبقية المشاريع احنا بنتكلم في محور الشراكة، عندنا لحد دلوقتي المخصص حوالي 51 قطعة تقريبا، 51 قطعة دولت متوزعين على مجموعة شركات يتجاوز عددهم 20 شركة لحد دلوقتي، ودولت بدأوا بالفعل. نوعية المشاريع والاستخدامات بتاعتها ما بين السكني وما بين السكني المختلط وما بين المتعدد الاستعمالات وما بين الأبراج السكنية متعددة الاستعمالات اللي بتوصل ل 33 دور في بعض المناطق، والمناطق التجارية والمولات التجارية، ونادي بيتوسط أرض المشروع بالكامل لخدمة المشروع ومنطقة المشروع بتاعت صواري بالكامل على مساحة حوالي 14 فدان تقريبا. وفي كل المشاريع اللي احنا شغالين فيها في صواري سواء في محور الشراكة مع القطاع الخاص أو في هيئة المجتمعات، نركز على ان المشاريع بتاعتنا تكون مش بس بتحقق الاشتراطات البنائية ولا بتحقق جودة التخطيط والتنفيذ، في نفس الوقت بتحقق فكرة الاستخدام الجيد لكل المساحات وتوفير الخدمات مع مراعاة الخصوصية. هل لسه في فرصة للاستثمار من القطاع الخاص في المشروع؟ في ارض المشروع في مناطق لسه متاحة ان شاء الله للاستثمار في الجزء دوت، فالمشروع كله قيد التنفيذ دلوقتي، حتى بالنسبة لمحور الشراكة الناس بدأت فيه، لكن المشروع بيفضل موجود وفرص الاستثمار موجودة فيه لكل الناس. ما احنا لو بنتكلم على فرص الاستثمار، اللي عايز يشتري محل ده فرصة استثمار، فخلينا صحيح. نتكلم ان فرص الاستثمار متنوعة وكتير وهتفضل موجودة طول ما المشروع شغال وموجود. انا اعلم ان المرحلة بتاعت الفيلات لما اطرحت للبيع اتباعت تقريبا في شهر، ده نظرا طبعا لان اسكندرية ما فيهاش هذا النوع من المشروعات، ما فيهاش الكومباوندز بتاعت الفيلات. بالظبط كده فندم. طيب الناس اللي ما لحقتش، هل نقدر نوعدهم ان في مرحلة تانية فيلات هتبقى موجودة؟ حقيقي موجود في محور الشراكة فيلات، في بعض المشاريع اللي موجودة في محور الشراكة اللي شغال اللي بتنفذه المستثمرين دلوقتي، ودي هتتوفر إن شاء الله في صواري في المرحلة الجاية إن شاء الله، والمطورين هيعلنوا عنها تباعا بإذن الله. بالنسبة للمرحلة الأولى من المشروع هو فيلات وعمارات، الفيلات نص تشطيب والعمارات كاملة التشطيب، فالعمارات كاملة التشطيب الناس هتيجي تسكن على طول. تمام. بالنسبة للفيلات هل في اشتراطات على العملاء اللي اشتروا بمده معينه او ميعاد معين علشان ينهي اعمال التشطيب؟ في اشتراطات بالنسبه للموضوع دوت، وفي مواصفات عامه بالنسبه للتشطيب وللحفاظ على المرافق احنا مركزين عليها. النقطه الثانيه كمان ان احنا المواعيد بتاعه التسليم بتاع المشروع هتبدا التسليمات زي ما حضرتك بتقول او الهاند اوفر بالنسبه للتسليم دوت عشان يبداوا التشطيبات في النص الاول من 23، يعني بدءا من المفروض ان احنا في 1/7/23 وده الميعاد اللي موجود في التعاقدات مع عملاء نبدأ التسليم بتاعهم عشان يبتدوا يشطبوا في الفيلات بتاعتهم. احنا هنا اتكلمنا على المرحلة الاولى من المشروع سواء الفيلات او العمارات او المنطقة التجارية، نقدر نقول المشروع يبقى شغال والحياة فيه بتدب بالكامل امتى؟ ان شاء الله فندم بالنسبة للمرحلة الاولى سواء عمارات وفيلات، بمجرد تسليمها ان شاء الله يبقى جاهز للحياة وللإسكان وانه يتسكن ويتشغل ويبتدي يشتغل. بالنسبة للمشروع صواري اجمالا لو بنتكلم على 417 فدان، يبقى بحلول نهاية 2024 باذن الله تعالى تكون المشاريع كامل شغالة وأدت الهدف التنموي منها بإذن الله. ده إنجاز هتقدروا؟ الناس شغالة كلها على قدم وساق، وكل الجهات المعنية اللي شغالة مثلا على محور الشراكة معانا طبعا زي الهيئة الهندسية وزي هيئة المجتمعات شغالين على الحفاظ على البرامج الزمنية والالتزام بيها على كل المستثمرين اللي شغالين. المرحلة الأولى من المشروع تقريبا فيها عنصرين أساسيين أو مشروعين أساسيين، مشروع الفيلات ده جيتد كوميونيتي أو كومباوند بأسواره لوحده، ومشروع العمارات ده جيتد كوميونيتي تاني وليه الاسوار والبوابات بتاعته لوحده. مظبوط يا فندم. لو حبينا بقى نخش في تفاصيل المشروعين، ايه اللي الهيئه بتقدمه وايه اللي الهيئه بتنافس بيه الكومباوندز التانيه؟ اولا خلينا نتكلم على الميزه الاساسيه اللي شغال عليها هيئه المجتمعات دلوقتي، البنيه التحتيه السمارت اللي موجوده لكل المشروعات بتاعتنا، بحيث ان المشروع بتاعنا يبقى ريدي سمارت وهو اللي جاهز لاي بنيه تحتيه ذكيه تتكامل معاه بعد كده، طبعا مع الاعتبارات بتاعه الاتصالات ان هي تكون سمارت من الاول في المشروع.
بالنسبة للفيلات، احنا الفيلات زي ما بقول لحضرتك كورانشيل او نص تشطيب، وده لان مشروع الفيلات احنا بنتكلم في انه مشروع فاخر، فده بيلبي متطلبات العملاء اكتر من ناحية ان هو ما ياخدش الفيلا متشطبة ويرجع يعيد فيها تشطيب او حاجة على ذوقه تاني بالنسبة للفيلا. طبعا التشطيبات الفيلات الخارجية احنا بنتكلم في اضافات للدهانات الخارجية والتشطيبات الخارجية مقاومة للعوامل الجوية. اسكندرية بتعاني من الوجهات، اجزاء كتير في الـ في الـ في الاسقف معموله اتكروفس او اسقف مايله بالارميد مع التشطيبات والعزل الكامل بالنسبه للفيلات ديت، تطعيم الواجهه ما بين المايكا والجي ار سي والتشطيبات لحد المدخل، بحيث ان الفيلا كلها كل حاجة فيها في الخارجي متشطبة بالكامل. العمارات الفوت برينت بتاعها كبير، العمارة مثلا بتوصل لحوالي 700 متر، بس مش معنى كده ان الشقق كلها كبيرة، في شقق من اول 130 متر و 140 متر، وبتوصل عندنا لبعض الشقق لحد 250 متر و 260 متر عشان تلبي كافة الطلبات. بالضبط يا فندم، التنوع دوت مهم جدا. بالنسبة للعمارة نفسها كل حاجة موجودة فيها بالنسبة للاستخدامات، كاميرات مراقبة بالنسبة للمداخل، بدرومات بمناطق انتظار سيارات تغطي كل الأكواد، وفي مناطق انتظار سطحية بالنسبة للعمارات. كمان بالنسبة للمشروع عندنا نظام لتجميع القمامة أو garbage system، هي مش ماسورة بيترمى فيها أنا آسف القمامة، لأ ده system بيتعمل ببواب وصيانة ومكافحة حريق ليه، وكل حاجة موجود في كل الأدوار عشان تتجمع بشكل سليم وراقي للشغل دوت. كان موجود في مصر زمان، كان موجود في العمارات القديمة للأسف. النهاردة لا، كمان بنطور على الموضوع دوت، ما عادش مجرد حاجة مانوال، لا معمولة بسنسورز بحاجات كتير بالنسبة للبواب. العمارات نفسها أبواب مصفحة بالنسبة للتشطيبات بتاعة الشقق، الشقق كلها متأسسة ريدي سمارت زي ما قلت لحضرتك. بالنسبة للعمارة، العمارة طبعا فيها السلم الأساسي بتاعها أو سلم الهروب، والسلالم ديت عليها أنظمة سحب الدخان والتهوية بتاعتها في حالة الطوارئ لا قدر الله. طبعا العمارة كلها بالكامل سليفز، التكييفات اللي متأسسة في الأماكن بتاعتها، الشغل بتاع تجهيز كل حاجة للاستخدامات، هي زي ما قلت لحضرتك هي فولي فينيشت. العمارات مثلا إزاز مزدوج بالنسبة للعمارات علشان منع الصوت والأتربة والهواء والحاجات دي كلها بالنسبة للشقق. التشطيبات بالنسبة للأرضيات من أجود أنواع البورسلين والسيراميك، التشطيب كله بشكل عام بيلبي الاحتياجات بشكل محترم جدا، وده هتشوفون إن شاء الله. يعني لا تقول إن أنتوا تخيلتوا العيشة في الشقة دي وبناء عليه اديتوا كل خدماته وكل احتياجاته. الجيتد كوميونيتي سواء بالنسبة للفيلات أو بالنسبة للعمارات الاثنين سكني فقط وصرف. ليه بقى؟ الخدمات كلها يا إما موجودة على مدخل الكومباوند، يا إما موجودة حوالين الكومباوند ومحيطة بيه بالكامل، بحيث إن الاحتياجات الأساسية هي موجودة في مناطق مخططة قريبة جدا دقيقتين منه. بالضبط كده، والاحتياجات الأكبر بقى من الأساسية مش الاحتياجات الطارئة زي ما بيقولوا، هتلاقيها موجودة في مناطق تجارية كاملة جنب الكومباوند لكن مش جواه، الهايبر ماركت الكبير ومش جواه. الفكرة هنا في المسألة ديت إن إحنا نحافظ على الخصوصية والهدوء اللي موجود جوه الكومباوند، فيبقى الكومباوند من جوه ما فيهوش استعمالات إدارية ولا تجارية تزعج السكان، لكن كل الاحتياجات اللي هم محتاجينها موجودة على باب الكومباوند من بره. وإحنا موجودين في كومباوند صواري قابلنا محمد حشيش أحد مديرين المبيعات اللي عرفنا منه تفاصيل أكتر عن المشروع. حابين تعرفنا أكتر عن المكان اللي احنا موجودين فيه النهاردة؟ احنا النهاردة في منطقة غرب كارفور اسكندرية، أو هي الأرض اللي في ظهر كارفور اسكندرية ومستشفى الشرطة. دي أرض 417 فدان تملكها هيئة المجتمعات العمرانية. احنا مسؤولين عن الجزء بتاع الهيئة إدارة وتسويق اللي هو 120 فدان حضرتك شايفهم احنا واقفين فيهم النهاردة دول. فاحنا في 120 فدان من 417 فدان اجمالي المشروع بتاع صواري. بالظبط يا فندم، برضو عشان برضو نوضح، 417 فدان متخصص فيها قطعه ارض 14 فدان ونص نادي رياضي اجتماعي، في منطقه كوميرشال ورا الكومباوندز بتاعنا ان هو مول تجاري، وفي بقيه الارض لسه بنتكلم 250 فدان تانيين، دول اللي مسؤول عنها بعض المستثمرين اللي في اسكندريه ان شاء الله. احنا بنتكلم ان ال 120 فدان الساكن عباره عن 2 كومباوند، 60 فدان كومباوند فيلل مبني عليه 310 فيلا، و60 فدان تانين عماير أرضي 12 دور مبني عليهم 64 عمارة إن شاء الله يتسلموا في خلال سنة شهر 7/2023 إن شاء الله. إحنا ما بين 3 محاور من أهم ما يمكن. بالظبط. ممكن تحكي لنا عنهم؟ إحنا النهاردة في محور الطريق الصحراوي، وعندنا الطريق الدولي الساحلي اللي بيطلعني على الساحل الشمالي، وطريق الأباري اللي هو طريق اللي إحنا بلغتنا في اسكندرية بنقول عليه طريق الموقف الجديد، ده يطلعك على طريق المحمودية ويطلعك على الطريق السريع اللي يودينا لحد المنتزه. فالطرق دي كلها سهلت على أهل اسكندرية كتير، يعني أنت النهاردة تقدر من هنا توصل محطة الرمل في 10 دقايق.
من هنا تقدر توصل اخر اسكندريه زرت حضرتك اللي هو ابو قير في 20 دقيقه. لوكيشن عبقري بالظبط. من هنا انا لو شغلي في اكتوبر القاهره الشيخ زايد انا ساعه اوصل، شغلي في العالمين انا برضو ساعه تقريبا اوصل من هنا. فكل الطرق دي مع اللوكيشن مساعداني كتير جدا جدا جدا. بالنسبه لمنطقه الفيلات، المساحات كانت بتتراوح من كام لكام تقريبا؟ اتكلم تقريبا مساحات الاراضي كانت باديه من 240 متر اراضي، وفي اراضي كانت واصله ل 800 متر. والوحدات، الوحدات البيلدينجز كانت في بيلدينجز كانت زي التاون هاوس 287 متر من بيلدينجز لحد 400 متر بيلدينجز. وبالنسبه لمنطقه العمارات عندنا كم عماره تقريبا؟ احنا النهارده عندنا 64 عماره كلهم اتبنوا كمباني بالفعل، مباني 100%. واتباع منهم قد ايه تقريبا؟ احنا تقريبا النهارده بفضل ربنا احنا 75% او اكتر من 75% مبيعات من اجمالي المشروع كله. ده في مده قد ايه تقريبا؟ نتكلم في سنتين ونص. سنتين ونص حضرتك بعت اكتر من 75% من مشروع بالحجم ده 120 فدان في اسكندريه. بالظبط يا فندم. ده بيوصل رساله للمطورين ان تعالوا استثمروا في اسكندريه؟ حقيقي اسكندريه فكر الكومباوند فيها جديد. احنا ما عندناش اي كومباوند حقيقي في اسكندريه. تقريبا اللي كان كومباوند وكنا بنتكلم عليه كومباوند من زمان قوي معمور. معمور الحاجه الوحيده اللي جيتت وكان فيها ناس عايشه. النهارده لا، النهارده معمور اقدر اخشها بتذاكر. فانا النهارده الشعب اسكندريه كله كان يا عايز يروح الشيخ زايد في اكتوبر، لحد ما لقينا هنا النهارده احنا بنبني جيتد كوميونتي جديده ان شاء الله اهو ونسلمها كمان سنه، فكله جالنا هنا والحمد لله. بالنسبه للبيمنتس او الاقساط بتقسطوا على كام سنه تقريبا؟ احنا عندنا طرق دفع مختلفه كتير. اقساط تبتدي من 3 سنين، عندنا مده اقساط توصل لحد 10 سنين اقساط. يعني احنا النهارده ممكن الكلاينت يجي يشتري النهارده شقه يستلمها ان شاء الله كمان سنه بالظبط ولسه يبقى عنده 9 سنين اقساط للشقه. مشروع صواري بيرسخ ان بالفكر والتخطيط بنخلق للموقع قيمه، والارض اللي كانت مقلب قمامه ممكن تطلع ذهب. مبروك على اهل الاسكندريه. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يلتقي المهندس صلاح القليوبي رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي الذي يكشف خطة تنمية المنطقة وإنشاء مجموعة من المدن الجديدة بها، وموقف توفيق أراضي الشركات العقارية وحل مشكلة حرم الشواطئ. تشاهدون الآن. فريق الجدعان يلتقي المهندس صلاح القليوبي رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي الذي يكشف خطة تنمية المنطقة وإنشاء مجموعة من المدن الجديدة بها، وموقف توفيق أراضي الشركات العقارية وحل مشكلة حرم الشواطئ. احنا النهاردة في مدينة السحر والجمال، الساحل الشمالي الغربي، واحدة من اهم المدن السياحية في العالم على ساحل البحر الابيض المتوسط، واللي خلال الايام اللي جاية هنقدر نشوف مدينة تنافس مدينة اوساكا السياحية في اليابان او برشلونة في اسبانيا او مدينة ميلان في ايطاليا. ده هنشوفه بجد لما الدولة تنتهي من تنفيذ برنامج التطوير اللي بدأته في المكان ده على مساحة 707,000 فدان، بداية من منطقة الكيلو 34 شرق مارينا وحتى الكيلو 94 على الحدود الغربية لمصر. طيب الدولة بتعمل ايه في منطقة الساحل؟ مصر اعلنت من فترة الحرب على العشوائيات اللي كانت في المكان ده، ووضعت خطة تنمية شاملة لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي. الخطة دي بتستهدف انشاء ابراج عملاقة وناطحات سحاب وفنادق 5 نجوم ومشروعات استثمارية وخدمية وكمان زراعية في المنطقة بالكامل. مش بس كده، وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها صاحبة الولاية على أراضي ومشروعات الساحل، اتبنت منظومة جديدة لتوفيق أوضاع الأراضي المملوكة للأفراد والشركات علشان المشروعات دي تتماشى مع خطة التنمية اللي بتتنفذ في المكان. الدولة كمان لما بدأت تفكر في تنمية الساحل عملت حاجة كويسة جدا، وهي توحيد جهة الولاية على المشروعات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد ما كانت الأراضي تابعة لجهات كتير جدا، وده معناه تداخل في إجراءات التقنين ومعاناة
في الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة، وده طبعاً عامل رئيسي في تراجع حجم الاستثمارات والمشروعات بمختلف أنواعها في أي مكان مش بس في منطقة الساحل. وعشان كده قدرت الدولة إنها تنجز مشروعات ضخمة جداً واستثمارات بالمليارات عقارية وتنموية كمان. وعلشان نعرف إيه اللي بيحصل في الساحل بالظبط كان لازم نقابل مهندس صلاح الأليوبي رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي ورئيس لجنة الحصر والتفاوض بالمدينة، واللي اتكلم معانا عن تفاصيل خطة تنمية المنطقة بالكامل. في البداية كده، يعني إيه الساحل الشمالي الغربي؟ الساحل الشمالي الغربي هو كل منطقة من القطر المصري بتطل على ساحل البحر المتوسط من ناحية الغرب لجمهورية مصر العربية. تبدأ من الكيلو بالنسبة لنا احنا كساحل شمال غربي اللي دخل ولاية هيئة المجتمعات، بيبدأ من الكيلو 34 شرقا حتى حدود الغربية لجمهورية مصر العربية. إنشاء الجهاز كان امتى؟ إنشاء الجهاز كان في التسعينات، وكان بيبدأ في ولايته من الكيلو 34 حتى الكيلو 94، اللي هو لحد قبل مارينا على طول. قبل مارينا الجهاز كان تابع لهيئة المجتمعات برضو، يعني من ضمن أجهزة هيئة المجتمعات، ولكن ما كانش بهدف التنمية، يعني مش مدينة، مش تنمية مدينة، ولكن مش بشكل الجهاز لتنمية المجتمعات العمرانية بالمتعارف عليه، ولكن هو كان بمتابعة الكرة السياحية اللي موجودة في هذا النطاق والأراضي، أراضي تقنين الأوضاع وتوفيق أوضاع الناس المتواجدين في هذا المكان. لكن بعد ما صدر القرار الجمهوري لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لنقل الساحل الشمالي الغربي لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، أصبح ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بيمثلها جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي من الكيلو 34 حتى حدود مصر الغربية لحد السلوم. وساعتها اتنقل لكم أراضي من هيئة التنمية السياحية ومن محافظة مطروح، مظبوط؟ هو كانت جهات الولاية متعددة في النطاق ده، ونطاق القرار الجمهوري 707 ألف فدان. الولايات كانت السابقة كانت ولايات متعددة، كانت هيئة التنمية السياحية، كانت محافظة مطروح، كانت التنمية الزراعية، كانت محافظة اسكندرية، كانت هيئة المجتمعات ممثلة في جهاز حماية أملاك الهيئة. كل ده تحول أصبح ولاية سابقة، أصبحت الولاية الحالية هي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيمثلها جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي. والغرض من النقل ده كان ايه؟ والله لو كنا رجعنا بالتاريخ لورا شوية كنا هنلاقي حال الساحل الشمالي، يعني مش عايز اقول اجتهادي، تعدد الولايات زائد انه ما كانش ليه نظام محدد لكافة التعاملات، تسبب في ان في اراضي كتيرة كانت بدون تنمية. النقطة التانية كمان ان تواجد الساحل بهذه الصورة سبب عشوائيات كتيرة، في وضع يد كتيرة، في اعتداء على أراضي الدولة كتير، في بعض تجاوزات أمنية، أنت عارف سيادتك الأماكن الساحلية دي بيبقى فيها برضو عرضة للتجاوزات الأمنية، فأصبح تنظيم الموضوع كان لازم. أنتوا الحدود الشمالية لمصر. بالضبط بالضبط، فأصبح لزاما إن احنا ننظم العملية شوية. احنا في لجنة تم تشكيلها بقرار وزاري، اللجنة دي مشكلة من جهات متعددة، هيئة المجتمعات، وزارة الإسكان، تنمية سياحية، محافظة مطروح، الشهر العقاري، هيئة المساحة، جهات رقابية، الجهاز المركزي للمحاسبات، مش عايز أنسى حد. دي مجموعة كبيرة جدا، مجموعة كبيرة من صفوة الجهات، ودي ترشيحات من الجهات المختصة بيهم. حضراتكم اتنقل لكم كل الأراضي بتاعت هيئة التنمية السياحية؟ كل هو في القرار الجمهوري له نطاق معين، 770 ألف فدان، أراضي من التنمية السياحية، أراضي من محافظة مطروح، أراضي من التنمية الزراعية زي ما قلت لسيادتك. النطاق اللي كان موجود تبع هيئة المجتمعات اللي هو بتمثل في حماية جهاز حماية أملاك الهيئة، كل ده دخل ولاية هيئة المجتمعات بموجب القرار الجمهوري 361. يعني 100% من أراضي هيئة التنمية السياحية وبعض الأراضي من محافظة مطروح وتنمية زراعية وبعض وأراضي هيئة المجتمعات الأصلية. ده كل ده هي هيئة التنمية السياحية كمان اتنقلت لوزارة الإسكان. هو هيئة التنمية السياحية أصبحت رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية هو معالي وزير الإسكان. معظم الأراضي اللي كانت موجودة في الساحل الشمالي هي تابعة لهيئة التنمية السياحية، وهي هيئة التنمية كان ليها اشتراطات معينة زي حرم الشاطئ وزي عدد الغرف الفندقية. اتعاملتوا ازاي في الملفات دي، او ايه اخر كلام في النقط دي؟ هو حرم الشاطئ تم تعديله طبعا لحفاظا على النهر وعلى التواجدات اللي في حرم الشاطئ، اصبح ان حرم الشاطئ 200 متر
ده آخر كلام. ده آخر كلام. وبالنسبة للغرف الفندقية هيفضل عدد الغرف الفندقية مكافئ لعدد الوحدات السكنية؟ قبل كده كان بيبقى في بعض المشاريع بنسبة 100% وحدات فندقية وسياحية، لكن حاليا بعد نقل الولاية أصبح المفروض اللي واخد مشروع سياحي بينفذه 50% سياحي و 50% عقاري، لكن ال 50% سياحي بإدارة فندقية وليست فندق فعلي. قبل كده كان ممنوع أنه هو يباع. لكن دلوقتي ممكن يباعها، ولكن لازم يشطبها بالكامل ويفرشها فندقي ويعمل لها إدارة فندقية بخدمات فندقية. بيكون ليها اشتراطات محددة بيتبعها عشان خاطر يقدر يبيع الوحدة دي. تمام. مش أي وحدة يقدر يحط عليها كلمة إنها شقة فندقية. لا طبعا، لا، لازم بالاشتراطات بتاعتها، بظروف التسويق بتاعها، بالإدارة الفندقية بتاعتها. كان قبل كده ممكن يدفع رقم للتصالح وبعد كده تقلل عدد الغرف الفندقية، ده النهاردة متاح؟ لا، غير مسموح بيه. هو احنا خلاص احنا وصلنا لاشتراطات 50 و50. النهاردة لما يحصل التنمية على مستوى الساحل ككل، الناس هتتشجع انها تيجي تشغل المكان. ما فيش حد بيركن المكان الا لما يكون مستني غيره يجرب. لو اتكلمنا على النقطة بتاعت الخدمات بالذات، هنلاقي ان هي بخلاف الانشطة التجارية ضعيفة شوية. مفيش مستشفيات كبيرة، مفيش خدمات متكاملة في المكان. سيادتك لمست نقطة مهمة جدا. نتيجة ان الساحل كان عبارة عن ان احنا كل جهة بتدي ارض هدفها كله انها تبيع للمستثمر الارض وهو ينميها. الخدمات اصبحت مفقودة، مش لاقي لها مكان. لكن اعادة تخطيط المكان واعادة تخطيط الساحل كله تخطيط مظبوط، بيخضع لتخطيط بيشتمل على تواجدات سكنية وفندقية زي ما قلنا في الأول. لازم يبقى فيها خدمات، في مستشفيات، فيها نقط شرطة، فيها مطافي، فيها مرور، فيها جامعات ومدارس، فيها الجامعات في المدارس. وبعدين احنا عايزين نقول كمان ان هيئة المجتمعات، إذا كنت تسمح لي، ما مش حتى يشتغل على انها تشتغل كنظام ساحلي فقط، فيها تقام مدن متكاملة. ايه اهم المدن اللي هيتم انشائها؟ يعني احنا عندنا زي ما انتم عارفين العوامين الجديدة، رأس الحكمة الجديدة بتخطط حاليا. احنا بنسمع عنها كلام كبير جدا، ان شاء جداً. الله هتبقى حاجة عالمية. يعني في غرب مطروح بالكامل بيخطط، بحيث ان هو هيتعمل فيه مدن متكاملة. في أماكن لسه حالياً بيعاد تخطيطها. طب إيه أهم الأنشطة اللي حيتم إنشاءها؟ هيقام وحدات صناعية ومصانع بتقوم على النشاط الزراعي. يعني هيبقى فيه نشاط زراعي في الأساس. بالظبط. والأنشطة الصناعية اللي بتخدم النشاط الزراعي ده أو بتشتغل عليه. بالإضافة لأن النهاردة طبعاً هيبقى فيه الخدمات كلها المتاحة، لأن النهاردة لما أنا بعمل تعمير، التعمير والتنمية ده بتبدأ من اللي بيبيع، مش عايز أقول المسمار، لحد اللي بيبيع الوحدة السكنية طبعا نفسها. فده كل ده بيفتح مجال عمل. أهالي الساحل الشمالي بجميع شرايحهم مش هيلاقوا غضاضة في أنهم يعيشوا في الساحل ويفتح لهم مجال عمل. وده الطبيعي على فكرة في كل دول العالم. يعني المدن الساحلية بتبقى كنز، لكن لسه احنا الساحل الشمالي في معظمه بيعامل على انه مصيف وبقيه السنه بيبقى مهجور. بنحاول ان احنا نطور ونغير الفكر ده، لكن لسه ما نجحناش بشكل امس. ده اللي احنا بنعمل عليه حاليا. احنا لو جاء الوقت وعملتوا زياره لمدينه العالمين الجديده، هتشوفوا ان فيها حجم العماله قد ايه. اصبح النهارده في تطوير كامل لشبكه الطرق. اصبح النهارده الانتقال من العاصمه او القاهره الكبرى للساحل، أنا في رأيي ممكن يكون يقل في زمن التحرك عن التحرك داخل وسط البلد، وإن لم يكن، وإن كان يعني بعض الناس هتزعل مني، لأن فعلا وسط البلد بيتطور آخر، والتطور على مستوى الدولة كلها. لا، هو التطور اللي بيحصل في الطرق في مصر كبير جدا. بالظبط كده. طب حضرتك ممكن تحكي لنا أكتر عن التطوير اللي بيتم في الطريق الساحلي والطرق المحيطة بيه؟ الحارة البطيئة بتتوسع، بيتوسع الطريق الرئيسي، أصبح دلوقتي مفيش تقاطعات مباشرة. لازم التقاطعات هتبقى من خلال الكباري زي اي طريق هايوي. بالظبط كده، بالظبط كده، هو طريق اصبح طريق سياحي. اتكلم معانا كمان عن اهم 5 مدن بيتم تطويرها في منطقه الساحل الشمالي الغربي، وكشف لينا كمان عن موقف اللجنه واللي بتشارك فيه جهات عديده من اصحاب العقود اللي ما تقدموش للتفاوض على الاراضي والمشروعات التابعه لولايه الجهاز، وكمان الاشتراطات اللي اتعملت للمطورين لانجاز مشروعاتهم.
وإزاي سندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجمعيات التعاونية والشركات المتعثرة لاستكمال مشروعاتهم. الغرض الرئيسي من نقل تبعية الأراضي للهيئة عند حضراتكم هو سرعة التخطيط والتنمية في المكان. اتعاملتوا إزاي مع الكيانات اللي كانت موجودة أو الأراضي اللي كانت عليها مشاريع قائمة؟ كان فيها مشاكل كتير، اتعاملتوا معها إزاي؟ هيئة المجتمعات ما هياش هيئة متابعة مناطق سياحية فقط، ولكن هي تنمية وتعمير. فعشان أنمي وعمر لازم أحط برنامج زمني محدد عشان الناس كلها تشتغل في وقت واحد. يبقى زي ما قلت لسيادتك اللي الجاد ما بيتظلمش، كل الناس اللي بياخد الارض ويسقعها هو ده اللي احنا مش عايزينه، اصبح ممنوع عندنا خالص. فبيبقى تحت طائله اشتراطات او جزاءات في حاله عدم التزام. السداد بيبقى احنا في البدايه بعد ما نخلص التفاوض نهائيا بندفع، بيدفع المطور او المستثمر او الكيان 5% من اجمالي المستحقات. المستحقات دي عبارة عن ايه عشان برضو الناس تبقى عارفة؟ الجزء القديم، العقد القديم بعمل عليه حاجة اسمها مقابل تحسين. مقابل التحسين ده على النسبة المتبقية لم يتم تنميتها، زائد كمان ان انا باخد منه تمن الارض المضافة وبعمل له عقد جديد. لو اضاف فوق الميت فدان كمان بعمل له عقد جديد، فهو فاضل له 30 فدان ما كانش طورهم، زائد الاضافه ارض كمان اضافيه في الظهير اللي في لحد الطريق، بديله مده زمنيه مناسبه ينفذ فيها. بيدفع للمستحقات زي ما قلت لسيادتك 5% فور ما يخلص التفاوض. بيتعرض على اللجان المختصه، بتتوافق على الاجراءات اللي تمت. مجرد ما بيتوافق على الاجراءات بعمل له اختار، بيكمل 10% او 15% حسب مساحه الارض، زائد مصاريف الاداريه بيدفعها، وبعد كده بتعمل له عقد. بيتعمل العقد وبيتعمل له قرار وزاري. وحضرتك بتدي له المرافق وبتدي له الخدمات اللي هو محتاجها؟ المرافق والخدمات حسب العقد الاصلي بتاعه. لو كان العقد الاصلي بتاعه بمرافق بيستمر بمرافق، لو كان العقد الاصلي بتاعه بدون مرافق بيستمر معاه بدون مرافق. وجالكوا قد ايه تقريبا عدد مطورين او مستثمرين او حتى جمعيات عايزين يطوروا في المكان؟ الكيانات اللي وصلت حاليا طبقا للاعلانات السابقه هقول رقم حوالي 245 246 كيان على مساحه ارض قد ايه تقريبا؟ لا، مساحه الارض مش الكيانات دي بس، انا هقول لك مساحه الارض اللي احنا حصرناها بعد ما تم التفاوض. لان يعني زي ما قلت لسيادتك ان احنا بنعمل تفاوض على مساحات قد تكون اضافيه تانية او المساحات الاصليه. مظبوط. فخلينا نشتغل على اللي هو خلص معانا التفاوض نهائيا. 50 مليون متر مكعب، حوالي 70 جيجا خلصت تماما، والباقي في مراحل مختلفه. يعني 50 مليون دول لل 70 بس؟ ال 50 مليون دول لل 70 بس. يعني الرقم بتاع الاراضي هيبقى اكبر من كده بكتير ان شاء الله. وسددوا قد ايه تقريبا؟ يعني المبلغ اللي تم سداده حوالي 4.25 مليار حتى تاريخه. وده تقريبا المبلغ اللي هيدفعوه المجموعه دي قد ايه؟ المجموعه دي ممكن منتظر في خلال 7 سنوات المستهدف كأقساط ومستحقات ماليه هتوصل لحوالي 25 مليار جنيه ان شاء الله. كل دي فلوس داخله الدوله وهيتم استخدامها لتنميه المكان. ده مش تنميه المكان بس، لان احنا النهارده زي ما بقول لسيادتك ان احنا هنعمل خدمات، هنعمل تطوير للطرق وتطوير للمكان نفسه. وعايز اقول لسيادتك ان في المناطق اللي هي فيها تواجدات متناثره برضو بنعمل لها مخططات، هننقل فيها التواجدات المتناثره دي بحيث يبقى معاه عقد ملكيه يبني بنفسه، ما بقاش تنقل من هنا لهنا لهنا كل ما الدوله تهدف لتطوير منطقه لننقله منها. لا، هنعمل له مكان ثابت يعيش فيه هو وولاده. هل متوقع ان الرقم 245 جهه دول يزيدوا عن كده كمان؟ اكيد متوقع، لسبب احنا في فترات ناس ما كانتش عارفه على الرغم من الاعلانات اللي احنا عملناها، او كانت الناس يعني حاجه بالنسبه لها جديده. ايه لجنة مترددين ان هم يتقدموا؟ ايه لجنه الحصر والتفاوض؟ انا معايا عقد مشهر. انا عايز بس ابلغ رساله للتواجدات والكيانات اللي موجوده ان اللي هيحميك هو تنميه المكان. العقد المشهر او غيره او غيره او غيره مش هو دي الفكره. يعني انت بتخضع لاراده الدوله، فاراده الدوله هي تنميه المكان لصالح المواطن، فخليك ادخل في المنظومه. بالمناسبه احنا ان شاء الله في خلال ايام، وده حاجه يعني هقولها يعني هستبق خبر حصري ليك، ان شاء الله في خلال ايام هنعلن تاني على فتح باب التقدم للجنه الحصر والتفاوض لكافه الكيانات،
اللي ما تقدمتش في الإعلانات السابقة. آخر إعلان كان إمتى؟ كان ينتهي في 15/8/2021. الإعلان اللي جاي هيبقى الإعلان الجاي هينزل في خلال أيام وهيفتح مجال لمدة شهر للتقدم. أنا مش عايز يعني الإعلان هو اللي هيتكلم عن نفسه، هيقول إيه المستندات المطلوبة وهيقول هيبدأ تقديم المستندات من إمتى. بس أنا بأرجو رجاء من خلال برنامجكم المحترم أن توجهوا عن لساني رسالة للكيانات الموجودة في الساحل، المصلحة ليكوا قبل ما تكون للدولة. اللي لسه ما تقدمش يتقدم، الحقوا لأن دي آخر مهلة نقدر نقدمها. بعد كده أنا يعني هيتاخد قرارات بالنسبة للناس اللي ما استكملتش معانا في الإعلانات السابقة أو اللي مش هيتقدم في الإعلان الأخير. لو كل الأراضي دي جرى تنميتها في وقت واحد، ده ما يعملش شوية زيادة في العرض؟ أكيد هيعمل زيادة في العرض، ولكن مش زيادة عن المطلوب. إن غالبية الأراضي اللي كانت ليها عقود قبل كده هي تم تسويقها للأسف، بس تسويق بدون تسليم. فبالتالي النهاردة في التزام على المستثمر أو على الكيان أنه يسلم للناس وحداتها. الجزء المضاف ده هو جزء شيء طبيعي، امتداد للمكان، مش هيعمل عبء على السوق لأن السوق أصلاً متعطش لده. كل ما بتطور وكل ما بترفع بالمستوى كل ما بتجذب ليه شرايح أكتر. وبعدين زي ما احنا قلنا أن احنا ما بقاش الساحل الشمالي الأغنياء فقط، الساحل الشمالي أصبح منظومة تنمية وتطوير متكامل. بالمناسبة المهندس صلاح الأليوبي رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي واحد من أشطر القيادات بالمدن الجديدة، اتخرج من كلية الهندسة بجامعة الأزهر في سنة 1985 واشتغل بالقطاع الخاص لحد ما التحق بهيئة المجتمعات العمرانية سنة 1997 بجهاز مدينة الشيخ زايد، وأصبح نائب لرئيس الجهاز سنة 2008. المهندس صلاح الأليوبي اتنقل بعدها للعمل برئاسة الهيئة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية سنة 2010، ثم رئيساً لجهاز مدينة الشروق سنة 2012 وحتى سنة 2014، وتولى منصب مقرر لجنة التظلمات بالهيئة عام 2014، وبعدها رئيس اللجنة عام 2016، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية عام 2018، وحالياً هو رئيس جهاز الساحل الشمالي الغربي ورئيس لجنة الحصر والتفاوض من يونيو 2021 ولحد النهاردة. في ناس عايشة في الساحل بقى 20-30 سنة والنهاردة جالهم مطالبات القرية بتاعته بتقول له هات فلوس عشان نديها لهيئة المجتمعات العمرانية، ازاي ده حصل؟ احنا النهاردة من خلال لجنة الحصر والتفاوض، انا قلت قبل كده ان احنا بناخد مقابل تحسين على الجزء الذي لم يتم تنميته. يعني اللي بنى ده خلاص وضعه مستقر، ما اقدرش اقول افرض عليه حاجة، وما اقدرش افرض على المستثمر او الكيان ده حاجة مقابل اللي التزم بيه. لا بالعكس، ده انا بديله التحية انك انت التزمت ونميت وغيرك ما عملش كده. فبالتالي كون ان الجهة او المالك بتاع المشروع يطلب من الناس اللي التزمت فلوس ده مخالف. ولكن النهاردة لو كان هم في المكان الفاضي ده لسه برضو فيه خدمات، دي بتبقى حتة مرنة بقى، هل هو عايز يساهم مع الجهة في انه الخدمات اللي هيستفيد بيها هو بعد كده مستقبلا عايز يساهم معهم فلوس فيها، دي قصة تانية. لكن هو مش مطلوب مني انا ان انا ادفعه فلوس. يعني الفلوس دي مغرض منها هو تنمية المكان الذي لم ينمى او كده. الارض الفاضية الأرض. لكن مدام انا موجود في المكان وباني بيتي مش المفروض ان انا كنت بالظبط، الا لو هدفع في الخدمات الزيادة اللي هنحطها في المكان بالظبط كده، او الا لو كان في مراحل من الانشاءات. في جزئية برضه عايز اوضحها من ضمن الاجزاء اللي الناس بتبقى مبهمة عليها. احنا ادينا سماحية هي التعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني المركزي، دينا سماحية للجمعيات انها تجيب مطور، لان احنا عارفين طبعا الجمعيات بتبقى اعضائها ما عندهمش الخبرة في التطوير، لا وما عندهمش الامكانية المادية كمان، فعندهم حاجتين بيعوقوهم في الجزئية دي. فدينا سماحية انه يدخل معهم مطور وبيحضر معانا التفاوض، وكل صغيرة كبيرة بيبقى العلم بيها. فدي برضو بتفتح المجال لان احنا بنحافظ على صاحب الكيان الموجود الاصلي، مش هدفنا ان احنا نضر حد. وبالنسبه للتعديات اتعاملتوا معها ازاي؟ في تعديات قديمه ودي كانت بتخضع لقانون التصالحات وتقنين اوضاع اليد، حاليا موقوفه دلوقتي تماما. اما التعديات اللي بتحصل حاليا بيتم رصدها وبيتم ازالتها مباشره. النهارده ايه الاشتراطات الجديده اللي حضراتكم حطيتوها لكل المطورين؟ هو اصبح النهارده الاشتراطات بتخضع لنسبه بنائيه محدده، ارتفاعات محددة. يعني النسبة البنائية بيبني المستثمر أو الكيان المتواجد على 20% من مساحة الأرض،
بمعامل استفادة 60%. يعني إيه؟ يعني 20% بحد أقصى ثلاث مرات، يعني إما ثلاث أدوار رأسية أو ما يكافئها أفقيا. يعني نقدر نقول إن النسبة البنائية الكاملة على المشروع لا تتخطى 60% من مساحة الأرض. فإذا الأرض 1,000,000 متر فالنهاردة ما يقدرش يبني مساحة بنائية أكتر من 600,000. بالضبط كده. مطالبة الرئيس بأن الشركات تكون منفذة 30% قبل ما تسوق المشروع ابتدت من الساحل الشمالي، تفتكر حضرتك ليه؟ هو الساحل الشمالي كان أكتر مكان حصل فيه عدم التزام. أصبح المواطنين بيضجوا وبيصرخوا وبيوصلوا صوتهم لكل الجهات، احنا مش قادرين ناخد الوحدة السكنية او الوحدة الساحلية اللي احنا تعاقدنا عليها. احنا قلنا في البداية ان احنا بننمي ونطور، فبنحل المنظومة من اولها لاخرها. فكانت توجيهات القيادة السياسية ان لازم يكون في التزام من المستثمر. ده انشأ حتة الملاءة المالية، ان هو لازم يكون عنده على الاقل 30% من اجمالي استثمارات المشروع موجودة، يقدر يا اما يعمل لها ايداع في البنك يا اما يكون نفذها فعلا على الارض. بالظبط كده، عشان يبقى في التزام بتسليم الوحده. في النهايه احب اعرف من حضرتك رؤيتك المستقبليه للساحل الشمالي. رؤيتي المستقبليه للساحل الشمالي منظومه متكامله، ساحل على اعلى مستوى من الجمال والتنظيم، نقطه جذب عاليه جدا على مستوى العالم، مش هقول على مستوى مصر. التطوير اللي بيحصل زائد التنميه اللي هتحصل، انا شايف الساحل الشمالي، بقول مبروك على كل واحد حاز واحدة في الساحل الشمالي. الساحل الشمالي بيتغير، ومساحته الضخمة من خريطة مصر هتتحول من أماكن مهجورة طول السنة لمناطق سكنية عمرانة، سكن ومقرات أعمال وأراضي زراعية ومصانع ومدارس وجامعات، يعني تطوير عمراني متكامل. وكده نكون وصلنا معاكم لآخر جزء في برنامجنا النهاردة، واللي حابين نتكلم معاكم فيه في موضوع بيهمنا جدا وبنتابعه على طول، وهو موضوع تصدير العقار. نجحنا في خلال الحلقات اللي فاتت ان احنا نغطي اهم المعارض الدولية، وعملنا لقاءات من داخل معرض اكسبو بدبي ومعرض ميبم بكان في فرنسا، واللي اظهرت فيهم البعثات المصرية من حكومة وقطاع خاص تفوق وانجاز كبير، ونجحت من خلال المعارض دي وغيرها في تحقيق اهدافها وإظهار قوة وثبات السوق المصري وحجم الفرص الاستثمارية اللي موجودة هنا واللي ليها أعلى عائد. وهنفضل مكملين في برنامجنا في متابعة كل المعارض الدولية من قبل حتى ما تبتدي، وفي الفترة اللي جاية هيكون في معارض دولية في منتهى القوة في أكتر من دولة حول العالم، أهمهم معرض إيجيبت ليفينج في كندا في الفترة من 4-6 يونيو، ومعرض الأهرام بجدة في الفترة من 9-11 يونيو بمشاركة أكتر من 100 مشروع عقاري، والمعرض العقاري المصري بأمريكا واللي هيبتدي يوم 25 أغسطس. المعرض دي بيتم التحضير ليه عن طريق رجال أعمال أو مؤسسات مصرية، وبيتبذل فيها مجهود هايل، وبتتم بدعم كبير من الدولة، متمثلة مش بس في وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية، لا كمان وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وده لأن هدف المعارض دي مش بس إدخال استثمارات أجنبية ونقد أجنبي للبلد، لا كمان لربط الطيور المهاجرة ببلدهم مصر ويكون ليهم بيت أو استثمار هنا. المعارض دي هي تطبيق مباشر لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بالترويج للاستثمار العقاري في الخارج، وتعزيز ملف تصدير العقار المصري وإقامة المعارض الخارجية، وده لأن مصر بالأرقام هي أكبر مطور عقاري في العالم، وده للنجاح الكبير اللي حصل في ملف التنمية الشاملة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبيشارك في المعارض الدولية دي أهم المطورين العقاريين اللي بيشتغلوا في السوق المصري، واللي بيتنافسوا بأحدث مشروعاتهم بأنشطتها المختلفة، سكنية وإدارية، تجارية وترفيهية، وطبية وسياحية في كل مناطق الجمهورية. والخبر الحصري اللي حابين نقول لحضراتكم من وزارة الإسكان بتجهز للمعارض دي مجموعة من الوحدات المتميزة بعروض خاصة للمصريين بالخارج. هنتابع مع حضراتكم في خلال الفترة اللي جاية تفاصيل كل المعارض دي وغيرها، وهنحكي لكم عنها أول بأول. وده كان آخر كلامنا معاكم النهاردة. هنستنى أسئلتكم وأراءكم واقتراحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الحد الجاي الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل استيت.